المسافر هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأيهما أفضل؟ نعم، المسافر الذي يباح له القصر يباح له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، جمع تقديم أو جمع تأخير. ولكن إذا كان بحضرة مسجد يسمع الأذان إنه يجب عليه أن يصلي في المسجد، يصلي مع الناس ويتم الصلاة مع الناس، ولا يصلي وحده ويقول أنا أبقصر أو أنا أبجمع. نعم.